إذا العنوان للدرس الأول جهة الكيمياء. التحولات السريعة. نعم، في الفيزياء ستختارين الجهة المقابلة. نعم، النفسة. النفسة يلا نشوف. سنعود فيما بعد إلى الفيزياء. الآن سنهتم بالكيمياء. أول درس أنسة الدفتر ديالك هو الدفتر. أول حصة عندك أنت، عندك أنت، أما أنا راه يقارب الشهر. واخا انتقلتي كنتي في قسم آخر وكنت غير جالسة هكذا ما منين جيتي؟ في الموحدي ما دخلتيش في الأول العام ودخلتي للقسم ديالك. ايوا من داك الوقت اللي درتي الانتقال ديالك كنت انا حتى لدابا عاد باغيه تلتحقي. دابا عاد قبل التوجيه. قبل التوجيه سواء عاود التوجيه قبل ما يعاود التوجيه كيكون قسم. كنتي في فيزيك ولا كنتي في كذا ولا كان خصك تحط. نعم. ايوا خصك تكون مع القسم اللي عينوك فيه اول مره وفي انتظار كذا. يلا. لأنك يعني خشي الواحد يبقى جالس غير غادي نغير الشعبة ولا غادي نغير كذا. أنا قرري ما تجيش. كاع. ما تجيش كاع عندنا. يلا. إذا قلت التحولات السريعة والتحولات البطيئة. غادي نحاولوا من خلال هذا الدرس هذا اننا نحاول نوجه الاهتمام ديالنا لما سياتي من بعد وهي دراسه التحولات الكيميائيه وتتبع تطور مجموعه كيميائيه خلال الزمن. قلت ضروري اننا يجب أن نهتم بهذه التحولات الكيميائية وتصنيفها من تحولات سريعة وتحولات بطيئة. فسنحاول من خلال هذه الدراسة أن نميز بين هذين النوعين وما هي لبنا نقول ماذا يمكن أن نستفيد من هذه التحولات الكيميائية اللي هي سريعة وهذه التحولات الكيميائية اللي هي بطيئة. كيف يمكن أن نقوم أو أن نجعلها تفاعلات تتم في مدة زمنية أقل ما أمكن. لماذا كذلك؟ لأننا إلا نظرنا للتحولات الكيميائية أغلب التحولات الكيميائية التي يستفاد منها صناعيا هي تحولات كيميائية بطيئة. عندما نقول بطيئة فتعلمون أنها تتطلب مدة زمنية للوصول إليها. وبالتالي إذا كانت هذه التحولات سيكون لها تطبيقا عمليا في الصناعة وبالتالي ضروري أن نبحث كيف يمكن أن نجعل هذه التحولات البطيئة سريعة أو أن نتعرف على العوامل التي تجعل من هذه التحولات الكيميائية سريعة. أولا التحولات الكيميائية اللي غادي ناخذوها كحامل لكل هاد
الدراسة هذه سوف نختار نوعا معينا من التحولات الكيميائية. فإذا رجعتوا للمقرر ديال السنة الماضية، شنو هما الأنواع ديال التحولات الكيميائية اللي درستوا؟ تقريبا بداية الدورة الثانية، شنو الكيمياء اللي قريتوا السنة الماضية الأولى؟ عقلتوش يعني سمع. قلت ما قلتش التحولات، قلت شنو هي، شنو قريتوا في الكيمياء السنة الماضية فقط. نعم، قياس ومواصل. نعم، من بعد هذا الدرس هذا شنو درستوا؟ نعم، هذا الجدول هذا قريتوه. شنو قريتوا في هذا الجدول، في الأولى ولا في الجدعة المشترك؟ جدعة مشترك. إذن من الكيمياء ديال السنة الماضية يعني سأعقلت فقط على قياس المواصلة. تنتبلك شي حاجة كتعقل عليها من الكيمياء السنة الماضية، إما كنت مجهد فيها وإما ما كانتش كتجيك على عقلتيش. كاملين ما عقلتوش على الكيمياء اللي قريتو السنة الماضية. معادلات ديالاش؟ نعم، كان وزنوه. تمام، احنا بدينا نقربو. شنو هاد النوع من التحولات الكيميائية؟ نعم نعم، لا دابا دابا مشيتي بينا للفيزياء. نعم، كنا كنستعملوا جدول الوصفي، كنا كنقوموا بالموازنه ديال بعض التفاعلات الكيميائيه، وهاد التفاعلات الكيميائيه سميناها تفاعلات الاكسده والاختزال. اذا بعد ما قريتوا اللي غادي نسميو غادي نرجعوا ليها هي التتبع تحول كيميائي بقياس المواصله، وهنا فين غادي نتعرف على المواصله وعلى الموصليه وكيف يمكن ان نحدد. بعد ذلك انتقلنا الى بعض التحولات الكيميائيه، التحولات الكيميائيه التي يحدث خلالها تبادل الالكترونات سميناها الاكسده والاختزال. ثم بعد ذلك درسنا الاحماض والقواعد، ودرسنا التفاعلات الكيميائيه بين هذين النوعين. بعد ذلك درسنا ماذا؟ المعايره المباشره. هذه المعايره المباشره هي تقنيه تجريبيه غادي نحتاجوها في هذا النوع من الى كتذكروا. اذا ما الى دابا الان الذاكره ديالكم بدات كتذكر، فهذه المعايره المباشره هي تحولات كيميائيه سريعه. اذا الدرس ديالنا الان غادي نحاولوا ما امكن اننا نتعرفوا من التحولات الكيميائيه. لاحظوا ان كلمه تحولات وتفاعلات كيمكننا نقبلوها بشيء بسيط جدا، نفهموا ان بيناتنا في الاولى وفي الثانيه وفي الثانوي ان التحولات الكيميائيه والتفاعلات الكيميائيه ما كنفرقوش بيناتهم. وان كان في الحقيقه دراسه التحول الكيميائي هو اننا نريد ان نتتبع ما يحدث من لحظه مجد المتفاعلات الى لحظه تكون النواتج ووصول التحول الكيميائي الى نهايته، ونتعرف على ما يحدث خلال كل المراحل، ولا سيما هادشي تقراو فيما بعد ما يسمى بالحالات الوسيطه او التحولات التي يمكن ان تحدث بكيفيه ثانويه الى غير ذلك. لكن بالنسبه للتفاعل الكيميائي هو كنشوفوا المتفاعلات وكنشوفوا النواتج وكنكتبوا معادله، ولا يهمنا ما طرأ على المجموعه او كيف تم هذا التطور بكيفيه مجهريه ونعرفوا شنو وقع بالداخل. وإن كان غادي يجي من بعد وغادي نحاول نعرفوا التتبع خلال الزمن ديال هاد المعادلة، هاد المعادلة ديال كتفاعل كيميائي. نلخص ونرجع للبداية، أننا سنبدأ بتمييز التحولات الكيميائية. ولاحظوا دائما سأستعمل التحولات الكيميائية وانتم خذوها بنفس المفهوم اللي قريتوا التفاعلات الكيميائية. إذا قلت سندرس بعض التحولات الكيميائية، نصنف التي هي سريعة
والتي هي بطيئة، التي هي سريعة في الحقيقة لا تحتاج إلى تتبع خلال الزمن، بينما البطيئة تتبع يمكن أن نتتبع خلال الزمن. وغادي نحاول ما أمكن أننا ندرس هذا النوع في الدرس الموالي، هو أننا سنخص بالاهتمام هذه التحولات البطيئة. تفقين؟ ما غادي نقولوش علاش بطيئة، ولكن غادي نقولو شنو هي العوامل اللي كتجعلها بطيئة، وكيف يمكن أن نتكلم، كيف يمكن أن نجعل هذه التفاعلات بدل أن تأخذ مدة كبيرة تأخذ مدة أقل، أو كيف يمكن أن نجعلها تتم بسرعة أكبر، وشنو هما هاد العوامل اللي خصنا نخدموا عليهم باش يكون عندنا هاد الدراسة متحققة. متفقين؟ إذن باش غادي نتكلموا على التحولات السريعة والتحولات البطيئة، غادي نختار واحد النوع من التحولات الكيميائية اللي غادي نسميهم بتفاعلات الأكسدة والاختزال، واللي قريتيهم السنة الماضية ما بقيتوش عاقلين عليهم. إذن غادي نبداو بواحد الفقرة، واحد بالعدد الروماني تذكير، وغادي نرجعوا لهاد السنة الأولى، وغادي نبداو الدراسة ديالنا شنو هي الأكسدة، وشنو هو الاختزال، شنو هو المؤكسد، شنو هو إلى غير ذلك، وشنو هما الآليات اللي كنتبعوهم بالنسبة للتفاعلات، لا سيما كيف قال الصديق ديالكم، قال بأن المشكل اللي غادي يكون عندنا هو مشكل كيفية موازنة هاد التحولات الكيميائية اللي كنسميهم ديال الأكسدة والاختزال. متفقين؟ إذا واحد بالعدد الروماني، الأكسدة والاختزال et la réduction. لا داعي للرجوع إلى الأصل ديال التسمية، فتعلمون أن الكيميائيون خلال دراسة المركبات الكيميائية أو التحولات الكيميائية بصفة عامة، إلى بغينا نقول تم تنظيم هذه المركبات وهذه التفاعلات بحيث أننا ندرجهم ضمن نفس إلى بغينا نقول المجموعة، وكيكون بين هاد الانواع هادي وهاد المجموعه هادي واحد الخاصيه مشتركه. فما تكلمنا على الاحماض وعلى القواعد فهي مركبات تتميز بخاصيه تجمع فيما بينها، كذلك القواعد. اذن بدل ما نتعاملوا مع مئات الالاف من المركبات بكيفيه متشتته لبغينا نقولوا، فتم تنظيم هذه المركبات ضمن مجموعات، وبالتالي سنقول مؤكسد شنو هو؟ هو مجموعة من المركبات تنطبق عليه أو ينطبق عليه التعريف اللي غادي نعطيه، المختزل، الحمض، إلى غير ذلك. فالبداية كانت الفكرة بسيطة جدا، كانت مركبات تتفاعل مع عنصر الأكسجين وتقوم بتثبيت الأكسجين، فسمي هذا التحول الكيميائي اللي كيتم بتثبيت الأكسجين بأنه أكسدة، فاكتساب الأكسجين أكسدة، وفقدانه هو اختزال، تيتون ريدكسيون، أننا زولنا منه إلى غير ذلك. فتبين أن هذا النوع من التفاعل ليس لوحده، وتم جعل هذا التعريف أكثر شمولية. لن نتكلم عن المراحل اللي وصلنا لها في النهاية، وصلنا للمرحلة ما قبل الأخيرة هي اللي كندرسوها، وهناك مرحلة أخيرة إن شاء الله غندرسوها في التعليم العالي ديالكم، كيف تم توسيع هذا المفهوم المؤكسد والمختزل والأكسدة والاختزال. وصلنا إلى المرحلة أن المؤكسد هو عبارة عن نوع كيميائي قادر على اكتساب إلكترونات، واحد إلكترون أو أكثر، خلال تفاعل مع نوع آخر، وذاك النوع الآخر غادي يكون قادر على فقدان إلكترونات.
أول حاجة هو أنني خصني نتقن التعاريف، شنو هو المؤكسد، شنو هو المختزل، وبعد ذلك سنعطي تعريفا لتفاعل الأكسدة والاختزال. إذن إلى السطر نسمي مؤكسدا، نسمي مؤكسدا كل نوع كيميائي، كل نوع كيميائي. ماذا نعني بنوع كيميائي؟ ماذا نجمع في نوع كيميائي؟ فقط قد يكون ذرة، إيون بسيط، جزيئة أو إيون متعدد الذرات، هذا ما نعني بنوع كيميائي. إذن كل نوع كيميائي قادر على اكتساب إلكترون أو أكثر، قادر على اكتساب إلكترون أو أكثر. واحد جوج بعد غادي ناخذ أمثلة. المختزل لو ريدكتور لا سو لوكسيدون لا لو ريدكتور إذا على السطر نوع كيميائي قادر على فقدان نوع كيميائي قادر على فقدان نوع كيميائي قادر على فقدان إلكترون أو أكثر. نوع كيميائي قادر على فقدان إلكترون أو أكثر. خلال تحول كيميائي، خلال تحول كيميائي. أولا لاحظوا من خلال التعريف ديال المؤكسد وديال المختزل أن المؤكسد يحتاج إلى نوع كيميائي آخر لكي يعمل على لكي أكتسب، يجب أن يكون هناك نوع كيميائي آخر قادر على فقدان إلكترونات، وبالتالي هذا المؤكسد عندما يتفاعل مع مختزل فإن نواتج هذا التفاعل سيكون مرافقة النوعين المتفاعلين، فالمؤكسد باكتسابه إلكترون سيعطي كناتج النوع الكيميائي مرافق، والمختزل سوف يعطي مرافقا له خلال هذا التحول الكيميائي. لذلك نقول بأن هذا التحول الكيميائي اللي هو الأكسدة والاختزال يتم بين مزدوجتين مؤكسد مختزل، بمعنى أن هذا التحول الكيميائي العناصر الأساسية في هذا التحول، ستلاحظون أن في المعادلة ديال التفاعل ليس بالضرورة سيكون فقط المؤكسد والمختزل ثم مرافقيهما، بل قد تكون هناك أنواع كيميائية تصاحب هذا التحول. اتفقين؟ إذن سنصل إلى 1-3 المزدوجة أوكس على ريد، الكوبل المزدوجة أوكس على ريد. إلى السطر تتكون مزدوجة من مؤكسد ومختزل، تتكون المزدوجة من مؤكسد ومختزل مرافقين، مرافقين لبعضهما البعض
ومرتبطين ومرتبطين بنصف المعادلة التالية: أوكس زائد إن سهمان ولتعطينا رد. إذا لاحظوا أن هذه الكتابة هي عامة، لا يعني بالضرورة هذه الكتابة هذه لا تعني بالضرورة أن دائما المؤكسد هو الذي سوف يتفاعل. نكتب رمز المزدوجة بهذه الكتابة، لكن قد يكون المتفاعل هو المختزل وليس المؤكسد. إذا إذا قلنا أكتب نصف المعادلة للمزدوجة، لي الاختيار بين أن أكتب المؤكسد في هذه الجهة أو المختزل، بينهما هذين الرمزين. لكن خلال تحول كيميائي كنكون عارف شنو كيوقع، فدائما يجب احترام أن المؤكسدة أن المتفاعلات على اليسار والنواتج على اليمين. متفقين؟ إذا مزدوجة يمكن نكتبها كيف ما بغيت. متفقين؟ إذا غادي نمروا لأمثلة. 1-4 أمثلة. نبدأ بهذا المثال التجريبي. ففي هذه التجربة قبل الوصول ديالكم ها شنو درت، خديت في كأس ووضعت قليل من كبريتات النحاس جوج، محلول لكبريتات النحاس جوج. نعم، محلول لكبريتات النحاس